السلام عليكم. تبون تسمعون أغرب وأغبى القصص؟ اسمعوا السالفة هذه. حصلت في بلدية عرفات في نواكشوط العاصمة الموريتانية. في سيدة وعندها عيال. يوم الأيام راحت تقدمت ببلاغ إلى رجال الأمن تتهم فيه المعلم اللي درس عيالها دروس خصوصية بأن سارق تليفونها. المهم رجال الأمن ألقوا القبض على هذا المعلم. معلم إنسان محترم فاضل، استغربوا منه أنه سارق الموبايل وهذا يدخل عندهم في البيت ويقدم لهم الدروس، وهم ما هم قاصرين معاه كذلك يعطونا أجورة يعني أول بأول. فقعدوا يسألونا رجال الأمن، يعني عيب عليك أنت يعني معلم وبايك تليفون سارقة يعني من سيدة، حتى أن التليفون ما يسوى ولكن هي خايفة على الصور والأمور الخاصة فيها داخل هالموبايل. المعلم يحلف يقول لهم يا جماعة أقسم بالله أني ما مديت إيدي على أي تليفون، لكن أنا ماني عارف هذه الست اللي هي أم الأولاد اللي أنا أدرسهم، إيش معنى أنا اللي اتهمتني في هالموضوع؟ قالوا صح كلامك، يعني خلونا نتأكد منها وشنو دليلها يعني في الموضوع. استدعوها، تعال يبا احنا ألقينا القبض على المعلم اللي سجلت عليه القضية انه سرق تليفونك، شنو الأدلة اللي عندك يعني شلون متأكدة انه هو اللي سرق التليفون؟ قالت اسمعوا السالفة، انا يوم الأيام ضرب علي الباب واحد من أقاربي، مرحبا وشلونك وش الأخبار؟ قال أنا اتصلت على موبايلك ورد علي شخص رجل، قال هذا التليفون لي يعني ما هو لك أنت، يعني تقول أنا هني افتقدت التليفون فعلا، لأن أنا يعني ما أهتم في التليفوني أمسك يعني 24 ساعة. فقعدت أبحث في البيت ولا فعلا اتصلت على موبايلي من تليفون آخر رد علي الرجل. قلت له السلام عليكم، لو سمحت أخوي هذا موبايلي يعني. قال إيه نعم أنا عثرت عليه وإن شاء الله أنا راح أرجعه إلى صاحبه. قالت له الله يخليك التليفون هذا لي أنا وفي أمور خاصة فيني وأرجوك يعني ترجع لي. قال لها لا يعني أنا اسمحي لي. قالت له ليش؟ قال أنا في كثير من الناس يعني يتصلون علي وكل واحد يقول لي إن هذا الموبايل لي أنا، يعني شلون أتأكد أن أنت فعلا صاحبة هالتليفون؟ قالت له أقسم بالله وما أدري شنو وحياة أولادي. قال لها لا شوفي، إذا فعلا التليفون لك أنت أنا راجعة ما عندي مشكلة، وأنا ترى رجل أمين وخاف الله ومن هالكلام. قالت له الحمد لله، شلون تبي تتأكد؟ قال ها في فكرة. طبعا هذا الكلام هذا الكلام كله بالتليفون. قال في فكرة، التليفون محمي برمز أو برقم سري. قالت إيه نعم صحيح، ولما أنت تتصلين أنا أقدر أرد لكن ما أقدر أفتحه. قالت إيه نعم صح. قال إذا أنت فعلا صاحبة هالتليفون قولي لي كم الرقم السري. قالت سهلة بسيطة، سجل عندك رقم كذا كذا كذا، ويضرب وفعلا فتح التليفون قعد يضحك. قالت له ليش تضحك يعني؟ قال أنت غبية، الحين أنا غيرت الباسورد وصار التليفون حقي أنا خلاص، يعني أنا خدعتك أصلا. توقع وش قالت له؟ قعدت هي تضحك كذلك. قالت له لا أنا اللي خدعتك. قال له شلون خدعتيني؟ قالت لأن أنا عرفت أنت منو. قال لها أنا منو؟ قالت أنت المعلم اللي تدرس أولادي. هذا قاعد يضحك. قال لها إيه صحيح، وأنا يعني ما توقعت أنك أنت راح تعرفيني من الصوت. قالت لا عرفتك
وانتظر شوي راح اروح مركز الشرطه وراح يسحبونك وراح اخذ منك التليفون وفوق هذا راح اسجل عليك قضيه. وفعلا راح تسجلت قضيه واستدعوا المعلم. توقعوا شنو صار؟ لانها غبيه في البدايه اعطتها رقم سري، وكذلك انها غبيه صدقت لما هي توهمت ان هذا المعلم، وهو كذلك اكد لها هذا نصاب. يعني لما جاب المعلم قال مستحيل انا اسوي هالكلام هذا، قالوا خلاص خلونا نتصل على التليفون، ويتصلون ويرد عليهم نفس الشخص ويقعد يضحك يدري ما حد يوصل له. يعني قالوا لا انت شنو تشتغل؟ قال انا حرامي. بس هذه غبيه تقول لي انت معلم، قلت اي انا معلم، وهي صدقت وراحت يعني ما ادري ايش قاعد تسوي. فعرفوا ان هذه الخبله استغفر الله يا رب، اللهم لا شماته. يعني اتهمت الرجال المعلم، وهذاك بعد ما طلع من المركز زعلان ومعصب انه متهمته بسرقه. المهم عرفوا ان هذه مو صحيحه. القصه الثانيه والاغرب هي غبية لكن فيها مكر. هذا في رجل أمريكي متزوج سيدة عمرها تقريبا 55-60 سنة، هو عمره تقريبا في 28-29 سنة، وكان لاعب في أحد المنتخبات اللي موجودة في الولايات الأمريكية. المهم قاعد يفكر شلون يتخلص من زوجته هذه. طبعا هو تزوجها علشان فلوسها، هي تملك، وهو يعني يقول انا ليش انتظر يوصل عمري مثلا 40 وهي يلا توصل مثلا 60 أو 70، وانتظر متى تموت، وممكن انا اموت قبلها، يعني ليش ما تخلص منها؟ فقعد يخطط تخطيط يعني على فترة طويلة جدا. اول شيء قاعد يحط خطة الجريمة، شلون راح ارتكب الجريمة؟ بمسدس ولا سكين ولا سم ولا ما ادري شنو. وبعدين الفترة الزمنية مهمة جدا، وهو قاعد يبحث في هالموضوع. يعني يقول الفترة الزمنية هذه لازم اختار وقت اللي انفذ فيه الجريمة ما حد ينتبه. الشيء الثالث اللي هو القاتل، قال انا لا، لأن صراحة كثير ناس يعني تستأجر القاتل المأجور وينكشفون بعدين. قال لا لا لا، أنا علشان أضمن أن الخطة تطبق 100%، أنا لازم أنفذها بنفسي. أو فعلا ويجي خبر أن المنتخب اللي هو اللي يلعب فيه قاعد يباري أحد المنتخبات البريطانية لكن على الأرض الأمريكية. فقال هذا أفضل يوم أني أنفذ فيه الجريمة. ليش؟ لأني أساساً راح أكون في الملعب، لكن شلون أنفذ الجريمة وأنا موجود في الملعب وزوجتي موجودة في البيت، والبيت يبعد عن الملعب يعني في السيارة يأخذ له تقريباً 25 إلى نصف ساعة إذا ما في زحمة طبعاً. توقعوا وش سوى؟ جاء اليوم اللي حصلت فيه المباراة، ولعب هذا اللاعب وكان هو كابتن الفريق، ويحط شارة مات إن كابتن الفريق على كتفه. لعب أول شوط، أول ما خلص الشوط الأول ويروح على طول إلى غرفة تبديل الملابس، وتكرمون يدخل الحمام ويطلع من شباك الحمام إلى ممر طويل داخل النادي، وكان في نهاية هالممر حاط له دراجة نارية سريعة ويركب هالدراجة ويطير فيها إلى البيت. وصل تقريبا خلال 10 دقائق ودخل البيت ونفذ الجريمة ورجع مثل الطيارة إلى الملعب، ودخل من الشباك ولأ وحضر وشارك في الشوط الثاني. إيش سوى لما وصل البيت؟ دخل على زوجته، ركض ركض قال لها يلا يلا انا مستعجل خلصيني. قالت له شنو؟ قال بقتلك خلصيني، وبالسكين يقطعها بالسكين طعنتين ثلاثه، تاكد انها ماتت. رجع مره ثانيه ركب السيكل اللي هو دراجه ناريه وطار للملعب، دخل من الشباك وحضر الشوط الثاني. تبون الصدمه؟ يعني الخطه
كانت جهنمية من اللي بي صيده يعني. اذا قالوا له وين كنت يقول انا كنت بالملعب، وفي حتى الكاميرات كانت مصورة المباريات، شلون راح يعرفون؟ لكن الصدمة ان اول ما خلصوا الشوط الثاني وهو يلعب ومستانس انه نفذ الجريمة والظهر بدع ذاك اليوم في الملعب، ولا داخلين عليه رجال الامن ويلقون القبض عليه، اول ما صفر الحكم قالوا له انت متهم في جريمة قتل زوجتك، يخرب بيتكم، يعني لو منفذ جريمة عادية يحتاج لكم يومين ثلاثة، وهذا انا مخطط وحالتي حالة، وشلون صدتوني؟ قالوا له انك يا غبي في اول شوط كنت حاط شارة الكابتن على كتفك، الشوط الثاني ما كنت حاط الإشارة هذه اللي هي العلامة اللي على كتفك لأنك نسيتها في موقع الجريمة اللي قتلت فيه زوجتك، وزوجتك لما صرخت سمعوها الجيران، أنت أول ما ركبت الدراجة صحيح إحنا ما حد شافك، لكن الجيران على طول دخلوا وبلغوا وصلوا رجال الأمن، شافوا شارة الكابتن وعرفوا أن أصلا زوجها لاعب في المنتخب، لكن هذه إشارة الكابتن يوم تشيكوا، ولا أنت إلى الآن بالملعب لكن شارة مو معلقها، وهني انكشف بأسرع طريقة كشف جريمة. السالفة الأغرب حصلت في قرقة في مناطق الصعيد، يوم الأيام ويجيهم بلاغ أن في واحد ينقال محمد لقوه جثة في كوم من السمات، تعرفون مخلفات الحيوانات يجمعونها يسوونها مثل الجبال، بعدين يعني الظهر يعالجونها ويسوونها سماد حق الأراضي. لقوا هالجثة للولد هذا اللي عمره تقريبا 26 سنة بين هالأكوام هذه، والولد مقتول بالسكاكين مقطعينه تقطع. المهم قعدوا يبحثون يبحثون منو لها مصلحة في قتل هالولد، هل لها أعداء، هل له كذا؟ قالوا أبدا، الولد هذا يعني كافي خيره شره، ولا وكان يعني على وشك الارتباط في فتاة أحلامه. المهم سألوا كذا، راحوا حق فتاة أحلامه، والبنت منهارة وأنا بحبه ومش أدرى أعيش من غيره. المهم لها علاقة البنت؟ لا ما لها علاقة. قالوا يبا هذا موجود يعني جثة في مزرعة، ممكن له علاقة في موضوع الزراعة وكذا، وهو فعلا لهم أرض يزرعونها. وقعدوا يبحثون في الموضوع أكثر من 3 أشهر ما توصلوا إلى أي دليل. المهم القضية شوية يعني نرفزت رجال الأمن، أنا مو معقولة، ما هو مقتول في مكان يعني في صحراء ولا لا، مزرعة وحواليها بيوت وناس وعالم، معقولة ما توصلنا صلنا 3 أشهر على قاتل في جريمة قتل؟ لا، بس ما عندهم أي طرف إلا سالفة الحب، سالفة البنت هذه اللي كان يحبها. فقام الضابط واستدعى البنت بعد 3 أشهر ورجال الأمن مأيسين. المهم ينادي البنت، تعالي أنا عاوز أسألك يعني شلون كانت علاقتك مع الولد وكذا؟ قالت لا علاقة يعني، بس الولد يعني كلمني إنه يحبني وإنه يبي يتزوجني وكذا، لكن إلى الآن يعني كنا أنا وياه نرتب هالأمور هذه وما تقدم لي للأسف وتوفى الله يرحمه. قالها زين خلاص روح البيت. قالت أوكي، ويقوم هالضابط هذا، والضابط هذا كان ذكي جدا، ويجمع له فريق أمني، قال لهم شوفوا نبي نروح نداهم بيت البنت بعد ما ترجع، يعني لأن رجعها من عنده، قال لها روح البيت، وأكيد أهلها كانوا منتظرينها علشان يسألونها شنو صار معاك في التحقيق وليش مستدعيك الضابط مرة ثانية ومن هالكلام، أنتم عارفين شيء روتين يعني الأهل يسألون ويقلقون على بنتهم يعني. فقال الحين على طول تروحون معاي ونداهم الشقة ونسوي نفسنا أن نبي نبحث في الشقة وبعدين نطلع.
يعني نسوي تمثيلية. قالوا يلا امشي. وبالفعل ويروحون للشقة، افتح الباب البوليس ويدخلوا ركض ركض ويدورون ويدورون يعفسون الغرف، والناس مخترعة والبنت واهلها ايه اللي حصل يا حضرة الضابط، ايه مالكم يا جماعة، ايه استنوا شوية. والضابط قال لهم ولا كلمة، انا عندي امر من النيابة اني افتش البيت، احنا نبحث عن اي دليل. قالوا له خذ راحتك. وفعلا قاعد يدخل بالغرف، ما خلى مكان الا يدور، ما هم عارفين هو يدور على شنو. يعني ولد مقتول في احد المزارع، والبنت هذه كانت لها علاقه في الولد على الخفيف يعني من بعيد لبعيد، ايش اللي يبحث عنه داخل البيت؟ المهم خلصوا، قالوا لهم خلاص يعطيكم العافيه، طلعوا كل رجال الامن من الشقه ومشوا، ركبوا سياراتهم ومشوا. شوي ويقعد الولد وينادي اخوانه، كانوا برا اثنينه، دخلوا صاروا ثلاث اخوان مع اختهم، وجاهم ابوهم وامهم وقعدوا يتناقشون في الموضوع. سالوه قالوا لها لما رحتي عند ضابط المباحث ايه اللي حصل؟ قالت والله هو سالني انت ايه علاقتك بالولد محمد وازاي كنت بتحبيه والحب ده ايه ومن هالكلام. اكيد قالت اكيد. قالوا بس اوعك اوعك حسك عينك تتكلمي بحاجة، احنا اتفقنا من الاول والا يكون مصيرك مصير الولد محمد. قالت لا انا ماليش دعوه وخلاص، انا ماليش دعوه. شوي ولا يطلع لهم منه الضابط. ليش الضابط وين كان يا ابو طلال؟ الضابط لما دخل مع مجموعه الضباط والافراد اللي قاعدوا يفتشون، متفق مع ربعه اذا فتشتوا والاهل هذول كلهم صاروا داخل الصاله، انا بتخبى في كبت غرفه ابوهم وانتم امشوا طلعوا برا، ولما تطلعون هم اكيد راح يتوترون وراح يتناقشون بينهم، خلينا نشوف هم على علم بموضوع مقتل الولد او لهم علاقه فيه. او فعلا كان احساسه صحيح 100%. قعدوا يخططون ان كان رجال الامن شاكين فينا وانتبهوا ما حدش يبين وما حدش كذا. لما طلع لهم الضابط هو قدام ثلاثة من الشباب والبنت والأم والأبو ويصدمهم، طالع لهم مثل الجني من الكبت شوي ولا مقتحمين ربعة مبلغهم في الجهاز يلا رجعوا مرة تانية، ويدخلون ويصيدونهم بالجرم المشهود على قولتهم. الشاهد منه الشاهد الضابط على القضية. زين شنو قصة الولد؟ ليش اقتلوه؟ الولد هذا مستدرج البنت إلى المزرعة هذيك اللي لقوا فيها الجثة، ومعتدي على البنت. طبعا كان يضحك عليها أني أنا بتزوجك ومن هالكلام، واعتدى عليها أكثر من مرة، وبعدين اكتشفت أن هذا يلعب ولا يبي يتزوجها، وحالها حال كثير من البنات اللي يقعون يعني في مصيدة الشباب الصايع هذا. فراحت بلغت أمها في الموضوع، أمها فضحتها، قامت بلغت الاخوان ومسكوا البنت وكسروها تكسير. مين ده؟ قال ده اسمه محمد وده اللي عنده مزرعه الفلانيه. قالوا له خلاص احنا حنسيبك ومش حنقتلك لكن بشرط. قالت لهم ايه الشرط؟ انك تستدرجيه للمزرعه، عاوزين نضربه شويه. قالت اوكي. وفعلا قامت واستدرجت الولد محمد حق نفس المكان اللي اعتدى عليها. قالت له أنا عاوزة أشوفك عشان نحل الخلاف، وهذاك كذلك بعد هم يبي يعتدي عليهم يعني مرة واحدة. لما جاء محمد وهم كان يعني ناوين أنه يعني يكسرون رجوله مثلا، يقطعون إيدينا بس ما يقتلونه، لكن لما جاء هذاك الحظ المقرود وشاف البنت بوسط المزرعة بروحها ولا وينط عليها يبي يعتدي عليها مرة ثانية، ولا اخوانها قاعدين منتظرينه. قالوا له اهلا اهلا بيك يا حبيبي.
او يمسكون محمد وين جنبك اللي عورك. وضرب ضرب ضرب لين الولد خلاص يبي يموت. قالوا يلا الحين بسم الله الله اكبر، وينحرونه ويسددوا له كم طعنه بعد عشان يغيرون من الواجهه مالته، ويتركونه بين هالاكوام اكوام السماد ويهربون من موقع الجريمه. ما قدروا ان يكتشفونهم رجال الامن الا بطريقه ذكيه اللي سواها الضابط لما خدعهم وتخبى في الكبت. القصة الرابعة، وهذه من أغرب القصص صراحة اللي مرت علي، قصة مسنة سعودية عايشة في منطقة ينقال لها مخطط بطحاء قريش، إن شاء الله أني نطقت الاسم صحيح. هذه في مكة المكرمة. المسنة هذه يوم الأيام رايحة تصلي التراويح ومعاها خدامتها الفلبينية، وعندها الخدامة هذه من زمان تشتغل عندها، تعتبرها مثل بنتها وتثق فيها. المهم خدت خدامتها ذاك اليوم وراحت تصلي التراويح في مكة المكرمة شرفها الله. لما رجعت البيت ولا الباب مفتوح ومسروق عندها مصوغات ذهبية تقريبا بقيمة 12,000 ريال، وعندها مبلغ تقريبا 80,000 ريال أو مصوغات ب80,000 ريال، والكاش كان 12,000 ريال. المهم بلغت عيالها جو ومنو اللي دخل البيت ومنو كذا، قالت ما في بالبيت إلا أنا وخدامتي، وكنا أصلا في الحرم. أول ما التفتت الأنظار إلى الشغالة، لكن الشغالة معاها والأم تؤكد اللي هي العجوز تؤكد إنها ما فارقتها ولا لحظة، وأصلا تثق فيها مثل بنت وزيادة. تقول أنا مرات أخلي عندها فلوس وأخلي عندها ذهب وكذا، وهذه البنت أمينة يعني. فانتفت الشبهة عنها. قعدوا رجال الأمن بعد ما حضروا ورفعوا البصمات وقعدوا يدورون وكذا، لقوا بصمة رجل. هذا شاب يمني وعنده بقالة في نفس الحي اللي عايشة فيه المسنة. وقالوا بس هذا الظاهر شاف السيدة ويدري دائما يوصل لهم أغراض، ويدري أن السيدة هذه مع فلبينيتهم ماذا طلعوا خلاص ما في أحد في البيت. قام واقتحم البيت وسرق اللي فيه. لكن في نقطة مهمة، البيت لما قدر يدخلها الشاب اليمني ما كسر الباب ولا دخل من الشباك ولا نط من السطح يعني، لا فتح الباب بمفتاح. من وين للمفتاح؟ هني بدوا قالوا لا. المهم جابوا الشاب اليمني اعترف اعترف انهار الولد، قال اي نعم صحيح، وانا دخلت وانا كذا وانا اسف وانا متندم. قالوا له زين وين المسروقات؟ قال اي مسروقات؟ قالوا له نعم. انت فيك يعني صاحي؟ أنت توك معترف. يقول صحيح أنا صراحة دخلت البيت وحاولت أسرق لكن ما لقيت شيء، يعني ما لقيت لا ذهب ولا مجوهرات ولا فلوس ولا أي شيء، وطلعت يعني خاب ظني، ما الخطة ما نجحت معي. قالوا لا اعترف يا حبيبي. المهم مني منك. قال أقسم بالله ما لقيت شيء. قاموا يشيكون بحساباته وكذا. قالوا له زين تعال تعال المفتاح من وين لك؟ قال بصراحة أنا ضحكت على الفلبينية وبيني وبينها علاقة، ودائما تجي تأخذ مني أغراض وكذا، ومرة من المرات قلت لها يعني أعطيني المفتاح علشان أنا أفتح البيت وأوصل الأغراض. فيقول يعني أنا استغليت النقطة هذه، وخصوصاً انها جتني مره من المرات وقعدت تسولف معاي وتضحك وكذا، وتقول لي انهم يعني وقت التراويح الحجيه تاخذها ويروحون يقعدون طول النهار هناك. يقول بالاضافه لانها اعطتني معلومات بطريقه غير مباشره ان داخل البيت في مبلغ من المال كاش اللي هو 12,000 ريال، وفي مجوهرات قيمتها أكثر من 80,000 ريال.
يعني ما وصفتهم بدقة كم المبالغ، لكن قالت لي التقريبي. فأنا طارت عيوني صراحة، وقلت هذه أحسن فرصة، ومعطيتني المفتاح ومأمنة فيني، وقالت لي شنو موجود في البيت ومتى يطلعون. قلت أنا خلاص راح أنفذ هالمهمة اليوم، وخصوصا أنها قالت لي اليوم نطلع تقريبا الساعة يعني بعد الفطور وما نرجع إلا وقت متأخر. يقول لكن لما رحت الشقة أو البيت ودخلت وقعدت أدور على الفلوس، أدور على ذهب، ما لقيت شيء. فقلت أنا الظاهر أن فشلت خطتي، ورجعت مرة ثانية للبقالة ولا سويت شيء. قالوا لي يا حبيبي البيت مسروق منه 12,000 ريال وذهب ومصوغات يعني تبلغ قيمتها تقريبا 80,000 إلى 100,000 ريال، أنت اللي سارقهم ما في غيرك. قال أقسم بالله وكذا. احتاروا رجال الأمن، وفعلا هذا أم في شو نفاش، دوروا فيه لين قالوا بس ما لقوا عنده ولا شيء. قالوا تعالوا صج هالفلبينية ليش تعطيه المفتاح وليش عطته هالمعلومة؟ تبون الصدمة في السالفة؟ ألقوا القبض على الفلبينية رغم أن العجوز هذه رفضت وزعلانة على خدامتها، تقول مستحيل هذه مثل بنتي، لا حرام عليكم أنتم ترى ظلمتوها ومن هالكلام، وهذه زينة وتروح معاي الحرام قالوا لها ما يخالفنا بنحقق معاها. فقالوا لها اعترفي وين وديتي الفلوس والذهب، يبي يشوفون. الفلبينية اعتقدت انهم كشفوها، وتقوم وتبط لهم الجربة. شنو الجربة يا ابو طلال؟ خطة ما تخطر على بال حتى الشيطان. لما راحت عطت المفتاح حق الشاب اليمني اللي بينها وبين علاقة، وقالت له ان ماما عندها فلوس وعندها ذهب، هي تبي تعطيه معلومة، والظهر تدري فيه ان عنده حركات وممكن ان يرتكب هالجريمة. وقالت له اليوم احنا طالعين الساعة الفلانية وراح نرجع متأخر، وخل المفتاح عندك وانا يعني اثق فيك، وبينهم علاقة حب وكذا. فاعتقد الشاب اليمني ان هذه قاعد تعطيه المعلومة بشكل عفوي يعني بغباء منها، ما يدري انها اصلا كانت تعطيه طعم. ليش؟ لانها قبل لا تروح مع الحجية الى الحرم قامت وسرقت كل الفلوس وكل الذهب وحطتهم في برميل، تعرفون البراميل اللي يحتفظون فيها في السكر والعيش او المونة يعني، او مكان اللي يحطون فيه التموين. فخبت الذهب والفلوس داخل العيش، وكانت تدري ومتأكدة ان الشاب اليمني هذا راح يرتكب الجريمة وراح يقتحم البيت، وتبقى بصماته داخل البيت، راح تبين ان في سرقة فيتم القبض عليه، وهي تهرب بالفلوس والمجوهرات. انصدموا رجال الأمن، وفعلا لما فتشوا البراميل اللي حاطينهم في السطح اللي يخبون فيها الرز والسكر وكذا، ولا المبالغ والذهب كله موجود. وكانت هذه من أخطر وأغرب وأغبى الجرائم اللي حصلت. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.